استاذ محمود عايز اسال سؤال، تفتكر في حصل تطور في الملوك يعني الملوك زمان زي دلوقتي ولا ايه؟ لا ده دلوقتي تطور قوي وتطور وتتطور كمان. تطور؟ امال يعني انت واثق انه تطور؟ انا واثق جدا. طيب مين احسن المونولوجيست الى قلبك يعني؟ والله كلهم حلوين، لبلبه، احمد غانم، عصام وحيد، الجزاوي، كلهم حلوين. طيب انا عندي لك مفاجاه هايله. يلا فاجئ اوامك. سيداتي انساتي سادتي، المونولوجيست خفيف الظل احمد غانم. المونولوجيست خفيف الظل احمد غانم. سمعتهم بيقولوا هنروح السيما. سيما؟ ايوه. ويسيبوا البرنامج؟ عاوزين يتفرجوا على حاجه احسن من اللي بيشوفوها كده. ايوه هم قالوا كده. خليك مطرحك لحد ما اقدمك تاني. حاضر. الان سيداتي انساتي سادتي، الاستاذ الفنان الكبير احمد غانم. أستاذ أحمد، في مونولوجيست كتير قبلك قالوا مونولوجات كتير، إيه الإضافات اللي أنت أضفتها على المنلوج؟ هي مش إضافات، هي زي ما أنت عارف أستاذ عمنم، يعني مثلا أستاذ شكوكو فنان بيمتاز بأنه بيقدم المونولوج الشعبي وجلبية وصورة خفيفة لابن البلد. أيوه. أستاذ معين ياسين الله يرحمه طبعا، الله يرحمه، كان بيقدم المونولوج الاجتماعي. أيوه. والنكتة. أيوه. بس نكتة خارج الموضوع. أنا بقى قلت المونولوج الاجتماعي بيعالج مشكلة، ومن خلال المشكلة دي بنقول نكت تعود على نفس المشكلة. طب يعني ادينا مثل يعني. يعني مثلا أنا عامل مونولوج اسمه علم أولادك علمهم. أيوة. ده بيقول للناس علموا أولادكم، ومش مسألة تسيبوا ثروة، احنا بنقول ان العلم بينمي الثروة. ده صحيح. من خلال المونولوج ده والشعر والمزيكا بنستقي كم نكتة دمهم خفيف، نجسم فيها الجهل وخف الدم الجهلة ونحرض الناس على العلم. يعني مثلا بنقول اتنين ماشيين جهلة. أيوة. لقوا عمود كبير في آخر العمود يافطة. واحد بقول له ايه يا سيدي اليافطة دي؟ أيوة. قال له دي مكتوب عليها اظن موقف اتوبيس. قام التاني قال له لا ده مكتوب عليها عبور المشاة. قال له بقول لك موقف اتوبيس. قال له طب تعرف تقرا؟ عبور مشاة. قال له نطلع نشوف. طلعوا الاتنين على العمود لغاية فوق معرفوش يقروها. واحد معدي تحت قال له يا استاذ اليافطة دي مكتوب فيها ايه؟ الراجل بص قال لهم دي مكتوب فيها احترس من البوية. في مثلا نكتة تانية عن الراجل اللي بعت ابنه يدرس الطب في فرنسا. سبع سنين مرجعش، ما خدش الدبلوم. الراجل ركب طيارة وراح له يطمئن عليه. الولد قابله في المطار واخده. ها ما خدتش الدبلوم؟ قال له لا بس افرجك على فرنسا. تعال يا والدي، ده برج ايفل، ده ميدان الكونكورد، ده الشانزليزيه، ده قوس النصر. قام الراجل بص لقى مبنى كبير ابيض. قال له ايه ده؟ قال له مش عارف. قال له نسال العسكري. راحوا للعسكري قالوا له ايه المبنى دي؟ قال لهم ده كليه الطب. في كمان حاجه تانية. قول. هو واحد بعت ابنه يدرس الصيدله. يعني علم برضه فرنسا؟ لا كان في المانيا. ده في المانيا. ابنه بعت له جواب. اخذ الجواب واحد راح مثقف بيقول له اقراه لي. قال له ده مش مكتوب بالانجليزي ولا بالفرنساوي ولا بالعربي، الخط ده مش عارف اقراه. قال له امال ايه؟ انا ابني بيدرس صيدله. قال له بس تاخد الجواب ده للاجزخانه اي صيدلي هيقراه لان هم يعرفوا لغه بعض. الراجل اخد الجواب ودخل الاجزخانه بيقول للدكتور اقرا لنا ده. الدكتور بص كده قال له نص دينار وفوت بعد نص ساعه خد الدواء.